في أن قد ولد المصطفى وحق الهناء. هذه الذكرى العظيمة التي يحتفل بها المغاربة ويعبرون فيها عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لقدره عليه الصلاة والسلام. في هذا اللقاء المبارك بحول الله تعالى سنحاول أن نتحدث عن نشأة هذا الاحتفال وعن بيان مقاصده وغاياته مع إبرازنا لتجليات ومظاهر احتفال المغاربة بهذا الحدث العظيم وجهودهم في خدمة سيرته عليه الصلاة والسلام. محاور هذا اللقاء ونظائرها نسعد للحديث عنها وبيانها استضافة كل من الأستاذين الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور سيدي محمد والسو رئيس المجلس العلمي المحلي لصفرو. أهلا ومرحبا بكم أستاذ. حياكم الله وبركة فيكم وشكرا. كما يحضر معنا الأستاذ حسن فريد عضو المجلس العلمي المحلي لبرشيد. مرحبا بكم أستاذ. شكرا بارك الله فيكم. نبدأ الحديث فضيلة الأستاذ سيدي محمد لبيان نشأة هذا الاحتفال الذي يعتبر رمزا عظيما عند المغاربة يعبرون من خلاله عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أشكركم على اختيار هذا الموضوع المهم جدا. لماذا؟ لأنه موضوع يتصل بهويتنا وبحضارتنا وبواحدة من خصائصنا المغربية، يعني ما يتجلى في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف به المغاربة منذ قرون. منذ أن دخل الإسلام هذا البلد عرف المغاربة بالمحبة الراسخة الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي أثمرت فيهم محاسن الأخلاق وقيما دينية وطنية ثابتة لها آثارها إلى يوم الناس هذا. سألت عن النشأة، الحديث عن النشأة، هناك روايات تاريخية تجمع كلها على قدم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأنه أمر كان في المغرب منذ قرون، وتوالى العلماء وعبر قرون وهم يشهدون ذلك ويحضرون ذلك. أشير إلى بعض الروايات التاريخية المتعلقة بالاحتفال بالمولد من حيث التاريخ عامة ومن حيث ما يتعلق بالمغرب خاصة. فللإمام السيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي الحافظ المعروف الذي يقول عن نفسه رزقت التبحر في سبعة علوم وحق له ذلك، يذكر في كتاب خاص بهذه المناسبة اسمه حسن المقصد في عمل المولد، رسالة خاصة في المولد النبوي الشريف، يذكر أن أول من أحدث ذلك هو الملك المظفر المعروف بكوكبري أو كلكبودي ببعض النسخ، وكان صهرا لصلاح الدين الأيوبي. هذا بالنسبة لتاريخ عامة، لكن بالنسبة للمغرب تذكر بعض الروايات التاريخية أن الاهتمام بالاحتفال، لا أقول الاحتفال مطلق الاحتفال بل الاهتمام بالاحتفال أكثر، ظهر في العصر الموحدي في زمن أبي حفص عمر المرتضى، وتوفي بعد منتصف القرن السابع الهجري ما أتذكر، بعد منتصف القرن السابع الهجري. ومن الذين واكبوا هذا الأمر وهذا الحدث وهذا التحول، يعني مزيد من الاهتمام بالاحتفال، هذا أبو العباس العزفي المعروف صاحب كتاب الدر المنظم المعروف. لكن يمكن أن أشير إلى كتاب فعلا أثر تأثيرا بينا في الاحتفال من حيث مزيد من الاهتمام، من حيث لفت انتباه الناس إلى الاهتمام بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يعني كتاب الشفاء للقاضي عياض. هذا الكتاب الذي يقول فيه بعض العلماء لولا الشفاء ما عرف عياض ولولا عياض ما عرف المغرب. هذا الكتاب لا شك أن البيئة الثقافية المحيطة بالقاضي عياض هي التي شجعته ليكتب مثل هذا الكتاب. ما شهده من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفيد الناس في هذا الباب لما رأى من شغف وتعلق بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا فضيلة الأستاذ أن نؤصل لهذا الحدث، التأصيل لهذا الحدث في الحقيقة يحتاج إلى حلقات، لكن أشير إلى بعض النقاط. بعض الإشارات. صحيح أن هناك من يقول إن الاحتفال بدعة، هؤلاء لا يفهمون معنى السنة ولا معنى البدعة. هنا منطلقات باختصار كما قلت، لأن هذه الدقائق لا تكفي لبيان كل الحقائق. أولا، عندما نسأل عن معنى السنة عند علمائنا
في كتب علماء الأصول الذين هم علماء الأدلة الشرعية المنتجة للأحكام، فإنهم يقولون السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ليس منها الترك. ونسأعود إلى هذا المصطلح. الإمام السيوطي في الكوكب الساطع يقول: قول النبي والفعل والتقرير سنته وهمه المذكور، فأضاف الهم. لكن غاية ما يتمسك به الذين يريدون الخوض في هذا الأمر بأن يتحدثوا عن الاحتفال بالتبديع، يقولون شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كونه لم يفعله ليس حجة أبدا، ليس حجة على عدم المشروعية. هذا هو الذي ينبغي أن يقال، وهذا سمعناه من شيوخنا ومنهم العلامة سيدي محمد التاويل، أن الترك سمعت هذا منه بلفظه، قال لا يستلزم عدم المشروعية. هكذا هذا معناه، بمعنى أنه لا يدل على التحريم، بمعنى لا يستلزم التحريم، لا يستلزم المنع، لا يستلزم المنع، وإنما الترك مع وجود مناسبة الفعل يدل على نوع من عدم المشروعية ولا ينافي الجواز. يعني مسألة كما قلت لك تحتاج إلى تفصيل واستدلالات، لكن أشير إلى أمر آخر. القرآن الكريم يقول الله تعالى: وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يقل وما لم يفعلوا فلا تفعلوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن إذا عدنا إلى تفاصيل هذه المسألة، أولا في مفهوم البدعة فقد قسمها العلماء إلى أقسام، ومنهم الإمام الشافعي، وهذا ذكره البيهقي في مناقب الشافعي مسندا إلى الإمام الشافعي نفسه، الذي يقول إن البدعة أمران: الموافقة والمخالفة. الموافقة لمقتضيات الكتاب والسنة، والمخالفة، وهذا ذكره السيوطي في رسالته في المولد. ومن الذين قسموا البدعة كذلك الإمام النووي والإمام العز بن عبد السلام والإمام بن غازي من علماء المغرب. الوقت ربما لا يسمح لتفصيل هذه الأمور في بيان هذه المقاصد، لكن نكتفي بما أشرتم فضيل الأستاذ للدلالة على أن هذا الأمر مستحب، وأنه يدخل في جملة ما سماه العلماء بالبدعة الحسنة. إن صح التعبير. أعود لكم فضيلة الأستاذ سيدي حسن فريد للحديث عن أهم الغايات والمقاصد المتوخاة من هذا الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم، وعلى آله وجميع أصحابه وكل من اهتدى بهديه ودينه القويم. بداية نشكركم على الاستضافة فضيلة الأستاذ، وأقول بأن الغايات من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كثيرة ومتعددة. يذكر من أهمها أنها التذكير بكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم بأن الاحتفالات التي تقام ماذا يكون فيها، لنفهم الغايات على ضوء ذلك. في الاحتفالات التي يكون فيها ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والتحدث بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من المحاسن، وبما أكرمه الله تبارك وتعالى به من الخلق والخلق الحسن، وبما أكرمه الله تبارك وتعالى به من السلوك الذي يرسم به حياة الإنسان المسلم في هذه الحياة الدنيا. فهذا ما يكون في المولد النبوي في يعني مثلا في الاحتفال التي يكون فيه سرد لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عاش في هذه الدنيا، كيف كانت عبادته، كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أحكامه، كيف كانت صلاته، كيف 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 إلى آخره. فهذا ما يذكر مما يذكر أساسا، سواء كان نظما أو نترا، في مجالس الاحتفال بذكر المولد النبوي الشريف. فإذا الغاية منه ترسيخ محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس، وذكر سيرته صلى الله عليه وسلم حتى يظل الناس مقتدين به في حياتهم كلها، عبادة ومعاملة وأحكاما يحتسون به، لأن الله تبارك وتعالى مختار للبشرية كلها، مختار لهم قدوة ولا أسوة أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالغاية من هذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أولا التذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التشريع العملي
ولأنها هي الصورة الواقعية لحياة الناس في هذه الحياة الدنيا. لأن الأصل الأول هو القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفسرا وشارحا في كل حركاته وسكناته لما جاء في القرآن الكريم ولما أمر به ولما يصلح به حال الناس. فما يكون في المولد النبوي الشريف يذكر هذا وغيره في تلك المجالس. وبطبيعة الحال فإن هذه المجالس هي مجالس عامة، يحضرها الكبار والصغار والرجال والنساء والأطفال، وهذه خدمة جليلة وغاية كبرى يتحقق منها الاقتداء. أولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في القلوب، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله وأقواله. هذا من الغايات التي تتوخى من الاحتفال بذكر المولد النبوي الشريف. إذن فضيلة الأستاذ سيدي محمد، علاقة بهذه الغايات والمقاصد العظيمة المتعلقة بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كيف يمكن أن نلامس تجليات ومظاهر الاحتفال عند المغاربة؟ نعم، سؤال مهم، لكن اسمح لي قبل الجواب عنه ربما أن أتم شيئا مما سبق في قضية التأصيل، لأنها مسألة حقيقة يتشغل الناس كلما حلت هذه المناسبة. أشير إلى أن قضية السنة التقريرية، وجود هذا القسم من السنة دليل على أن الصحابة لم يكونوا ينتظرون النص في كل شيء، كانوا يبادرون إلى فعل الخيرات. ومما يندرج في ذلك أو مما يندرج فيه هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. وفي سياق ذلك يقول العلامة الزقاق في المنهج المنتخب في آخره عندما تحدث عن السنن والبدع، يقول: وهل دعاء الأذين ليلا والندى لها بغير لفظه وما بدا من قوله أصبح والله حميد مستحسنات لنا عم ذا فاعتمد لشهد الشرع بأن الجنس معتبر فطيب ذاك نفسه. بمعنى كل شيء له غاية مقصودة محمودة كما أشار الأستاذ الكريم، فالأصل فيه أنه مشروع. فمن الغايات في هذا الاحتفال ربط الأجيال الصاعدة بالقدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، تأصيل القدوة في قول الله تعالى، يعني مطلق القدوة الحسنة في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هذه سورة الفاتحة التي هي فريضة في كل صلواتنا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إشارة إلى أن ضرورة القدوة في الاهتداء. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما احتفلنا به وكلما استحضرنا شمائله. وهنا أشير إلى الجواب عن سؤالك: التجليات والمظاهر. التجليات، أولا دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم لمعرفة قدره، دراسة قدره ومكانته من خلال القرآن الكريم، لمعرفة حقوقه التي له علينا ونحن المستفيدون من أداء هذه الحقوق ومن القيام بهذه الواجبات. هذه من غايات تأليف كتاب الشفاء الذي أشرت إليه للقاضي عياض، لأن الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الحقوق هي التي نجدد العهد بها، نجدد التمسك بها من خلال ما نسميه الاحتفال. قد يتكلم بعض الناس عن بعض الأفعال أو بعض المظاهر والتجليات الأخرى، نقول لكل حادث حديث، لكل فعل حكمه الخاص. لكن عموما كل فعل دال على محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تعلق به، فالأصل فيه الجواز والأصل فيه الإباحة. طبعا هذا الفعل يندرج في سياق المباحات بشروط الإباحة الشرعية. فأقول إذا من التجليات دراسة سيرته، دراسة شمائله، تجديد العهد بهديه وسننه. وهذا من عمل المغاربة. نعم، من عمل المغاربة. الأمداح التي تتلى في شأنه في حقه سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو لحسان بن ثابت الشاعر الصحابي الجليل، الذي كان مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، وكان يدعو له ويقول: اللهم أيده بروح القدس. كان يدعو له وكان يثني عليه. ونجد أن كعب بن زهير الذي ألبسه بردته وقالوا إن هي البردة في الأصل، وأن الإمام البوصيري وهو من أصل مغربي إنما رآه في رؤيا فسماها البردة. والبردة التي نتلوها كل من يتحدث عنها أو يطعن في بعض أبياتها
فهذا دليل أنه ليس من الأدباء ولا يعرف أساليب الأدباء. فالأدب له خصائصه في أساليبه الأدب. وكذلك الجهل، أنا أقول لك الخلاصة في الحديث عن الإنكار، لأن الشغل الشغل الأكثر هو بعض المشوشين في هذا الباب، إنما ذلك يأتي من الجهل بعلمين مهمين. ما هم أصول؟ أصول الفقه والبلاغة العربية. أصول الفقه في قضية الأحكام والبلاغة في قضية مناقشة هذه الأشعار وهذه الأمداح. مناقشة هذه الأمداح. الأساليب البلاغية فيها مندوحة، فيها متسع، فيها ما يجعل كل ما يقوله الإمام البوصيري صحيحاً مقبولاً. ولذلك نظائر في الشعر العربي موجود. فلذلك لغة الشاعر ليست كلغة الناثر. لابد من الفروق التي تجعل هذا شعرا وتجعل هذا نثرا، ولكل خصائصه. ونستحضر هذه الأمور مع الإمام البصيري. وكيف لا وهو القائل دع ما ادعته النصارى في نبيهم في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك. إذن هذه قواعد عقدية أرساها الإمام البصيري تجيب عن بعض ظواهر كلامه الذي يقول الناس. فلذلك عندما نتلو هذه البردة أو الهمزية أو الشقراطيسية المعروفة أو قصائد المديح عامة، فنحن على هدى من الله، لأن أصحابها علماء. الإمام البوصيري لديه في البردة إشارات عقدية مهمة جدا، بل دفع في بها شبهات عقدية. فليس الذي لم يوقع الشبهات، بل دفع الشبهات في البردة وفي الهمزية أيضا. لكن لا يدرك هذا من هو قاصر في أبواب العقائد أو مباحث العقائد. نعم أستاذ الكريم، هذا إمام البوصيري يعني هو من المغاربة الذين ألفوا يعني هذه القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أعود لفضيلة الأستاذ سيدي حسن، علاقة بإنتاجات المغاربة وجهودهم في باب السيرة النبوية، هل هناك بعض الجهود فضيلة الأستاذ؟ لا شك في ذلك، وأن من يتتبع تاريخ المغرب يدرك ذلك جيدا. فمن الذين ألفوا وكتبوا وأسسوا هذا الاحتفال الرسمي الشعبي الرسمي هم علماء سبتة، وهم علماء مغاربة، وعلى رأسهم أبو العباس العزفي رحمه الله تعالى، ومعه علماء عصره. فهو الذي ألف لأبناء المسلمين عندما رأى أبناء النصارى يحتفلون بدينهم، فاجتمع مع العلماء وتشاوروا في هذا الأمر وألف ذلك المؤلف الذي يسمى بالدر المنظم في احتفال بذكرى المولد المعظم. وذكر لي أن هذا المؤلف هذا قد تم تحقيقه في جامعة محمد الخامس. ولست أدري هل طبع أم لم يطبع، على كل حال ولا يظهر. ثم هناك من وهذا مما يمثل خدمة السيرة النبوية. ومنذ ذلك الحين تشاوروا ورفعوا الأمر إلى ولي أمر عصرهم. فصار يحتفى ويحتفل بالمولد النبوي الشريف احتفالا رسميا يحتفل به رئيس الدولة إلى يومنا هذا. وأن أمير المؤمنين في كل عام ينظم احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، يحضره علماء الأمة وعلماء المسلمين من الداخل والخارج والكبار والأعيان، ويمدح فيه وتتلى فيه البردة وغيرها ويسمعها المغاربة جميعا. هذا أيضا عندما نذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى. فالقاضي عياض هو أيضا سبتي. وكان قاضيا على أهل سبتة وقاضيا في الأندلس. وهذا المؤلف عندما ألف لم يؤلف في وقته مثله باتفاق العلماء في ذكر ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من حقوق. وهذا الكتاب يعني صار يسرد ويقرأ منذ أن ألف، بل كان الناس يدرسونه في عصر القاضي عياض رحمه الله تعالى. ومن المؤلفات التي داع صيتها وانتشر ذكرها الروض الأنف لسهيلي رحمه الله تعالى. ومن آخر ما ذكر في هذا الباب من في خدمة السيرة النبوية كتاب الأستاذ الدكتور سيدي محمد السف الذي صدر مؤخرا، وذكر فيه ما كتب المغاربة. فمن أراد يعني أن يطلع على ذلك فليرجع إلى هذا الكتاب. ثم إن المغاربة في يعني خدمتهم للسنة النبوية أنه يخدمها العالم
ويخدمها الأم وتخدمها المرأة. نعم. فهذه كيف ذلك الكريم؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك أن العالم يدرس فالسيرة تدرس نعم. في المدارس ويؤلف وتؤلف نعم. والناس في مجالسهم وفي بيوتهم. تصور أن النساء يحفظن البردة والهمزية سيما في الجنوب المغربي نعم. فإنهم يحفظونها ويقيمون احتفالات نعم. بل من أغرب ما يكون نعم. أنهم يقيمون احتفالات في احتفالات رب الأسرة لا بد منها نعم. والزوجة تقيم ليلتها وتحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم والأطفال والصغار يحضرون هذه المجالس ويحضرها العامة. أليست هذه خدمة للسيرة النبوية؟ فماذا يذكر فيها؟ فتذكر فيها البردة. أليس يقرأ فيها أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتمي؟ أليس هذا من ذكر المولد النبوي الشريف؟ ألم يتحدث عن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البردة ويقول يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم يتحدث عن هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن جيشه ورجاله فيقول كأنهم في ظهور الخيل نبت روبا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. فهذا الكلام يقرأه العالم فيدرسه لطلبته ويذكره رب البيت لأسرته وتذكره المرأة لأبنائها وبناتها ويتذكره الأطفال في المجالس العامة التي يحضرونها في هذا نعم. فإذن خدمة المغاربة هي خدمة عامة نعم. ومن شدة تعلق المغاربة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نراهم في ختم صلواتهم يرفعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وهذا نادر ما تجده إلا في المغرب قل ما تجده في دول أخرى فهذا يدل على تعلق المغاربة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالطبع تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو تعلق مباشر بمن بعث محمد وهو الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم أستاذ الكريم. فضيلة الأستاذ، علاقة بهذه القيم ومكارم الأخلاق التي يعني انصهرت في الشخصية المغربية، كيف لنا أن نستثمر السيرة النبوية في تربية الشباب وفي تثبيت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم؟ في الحقيقة نزداد حقيقة شوقا أكثر إلى نعم. هذا الاحتفال نعم. سيما مع التحديات المعاصرة الكثيرة نعم. وما يعرفه العالم من تطور ومن طيب أشياء نعم. كثيرة هي معروفة دون أن نخوض نعم. في بيانها. فهذه الظروف المعاصرة فعلا يتأكد بها مزيد من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. لماذا؟ ليكون قدوة للأجيال القادمة، لنحافظ على القيم الدينية والهوية الوطنية، لأن جمع الشمل وجمع الكلمة وتقويم السلوك وكل هذه الأشياء إنما تقتبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله تعالى عليه وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم الذي بنى به مجتمعا كاملا متكاملا من أين لنا أن نعرفه إلا من نحتفل بسيرته، إلا من نحتفل به صلى الله عليه وسلم، إلا من نهتم بسيرته وبهديه وبسننه. من أين لنا هذا؟ إذن الأخلاق هي الأمة، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أخلاقنا هي أخلاق القرآن. أخلاق القرآن أول من فسرها بالفعل والقول بالسلوك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن بحاجة إلى تأكيد وتجديد الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأجيال القادمة لأبنائنا لبناتنا لأسرنا. لماذا؟ لنحافظ على مقومات وجودنا الحضاري والثقافي وعلى خصوصيتنا وهويتنا الدينية والوطنية. فلذلك المغاربة كما هو معروف هذا الاحتفال كان احتفال يشارك فيه الأولاد الصغار، ويختلف من مناطق إلى كل المناطق المغربية لها طريقتها في الاحتفال. فمناطق متعددة من بينها أنهم يقرؤون البردة والهمزية، الأطفال يحملون نسخا. أنا شاهدت هذا في منطقة في الجنوب المغربي الجنوب الشرقي. أنا كنت أشاهد مظهرا مهما جدا، وأنا كنت حينئذ تلميذا هناك،
أشاهد منظرا عجيبا، الرجال في المقدمة والأطفال وراءهم والنساء وراء الأطفال، كلهم يقرؤون البوردة والهمزية. هذا المنظر الآن نحن في حاجة إليه، لماذا؟ لأنه يجدد الصلة بمركز القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ينبغي تطويره ليواكب العصر، بالعكس ليواكب هذه الظروف الموجودة الآن الثقافية والوسائل الموجودة على كل حال. لماذا؟ ليدخل لأذن كل واحد، ليشاهد كل واحد، وليسمع كل واحد، ليكون له تأثير كبير. يكون له تأثير كبير، لماذا؟ ليكون فيه استدراك لما قد يكون قد فات من القيم، من الهوية، من السلوك، من أشياء كثيرة قد نفتقد أحيانا في بعض شبابنا. لماذا؟ لطول المسافة بينه وبين أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم جدا، نحن في حاجة إلى تجديده، لأن في مثل هذا الوقت لسيما أننا قلنا إن أصوله ثابتة من الناحية الشرعية، ولا ينكرها إلا من يجهل أصول الفقه. وأنا أشير إلى تتم أشار الأستاذ الفاضل في قضية، لما أشار إلى قضية أبي العباس العزفي الحقيقة بن حجر رحمه الله، هذا نقله أيضا السيوطي عنه في حسن المقصد، يقول وذكر قضية النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم قالوا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه، قال نحن أولى منكم بموسى فبدأ يصومه، قال فيه قام بما يسمى بالتخريج، فخرج الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم على الفرح بالنعمة، نعمة نجاة سيدنا موسى مثلا إلى آخره، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم فليفرحوا، بل في قراءة ربما فلتفرحوا، فهو رحمة وهو فضل وهو نعمة. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بعض علماء الصوفية وجمعوها، يعني عشرات من الأسماء، وإن كان حديث ذكر المفسرون في سياق قوله تعالى ومبشرا برسول ياتي من بعده اسمه أحمد، ذكروا هناك خمسة أسماء، وهناك أسماء أخرى ومنها أوصاف ذكرت، ويكفي أن نبين مدى تعلق المغاربة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وبالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. كتاب دلائل الخيرات للجزولي المعروف، هذا الكتاب الذي كان عند المغاربة يحمل على الأكتاف إلى يومنا هذا في بعض الخزانات. أنا رأيت في خزانة القرويين قبل سنين، رأيت في خزانة القرويين نسخة من دلائل الخيرات لديه علاقة، ما يسمى العلاقة، يحمل على الكتف، معناه أن بعض الناس كانوا حتى في سفرهم لا يفارقونه، لا يفارقون هذا. ولذلك عندما نقارن بين القيم المعاصرة والقيم السابقة للمغاربة، ما نجده أحيانا من فروق إنما سببها العلاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته والاهتداء به. إذن فضيلة أستاذ، وبكم أختم سيدي حسن فريد، علاقة بالشخصية المغربية وحضور النبي صلى الله عليه وسلم في عادات الناس وتقاليدهم، كيف نبين ذلك للمشاهد الكريم؟ نبين ذلك انطلاقا من الآية التي ذكرتم، ويقول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد ذكر كثير من العلماء أن فضل الله المذكور في هذا القرآن هو القرآن أو الإسلام، وأن رحمته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي المسلم والمسلمة أن يفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يفرح بذكره وأن يصلي عليه وأن يفرح عندما يسمع سيرته وشمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وقد قيل فيما يعني في هذا الموضوع، موضوع محبة النبي صلى الله عليه وسلم والفرح به، قال بعضهم إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي ضل مؤمنا الذي ضل ومات موحدا، على كل حال ظل مسرورا ومات موحدا، مسرورا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمغاربة أنهم دأبوا على حب النبي صلى الله عليه وسلم والفرح به في كل وقت وحين. ولذلك نرى بعض الأشياء حتى في عاداتهم، مثلا في احتفالات الزواج أو في الزواج أصلا، يقولون بأنه يتزوج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
بل من شدة فرح المغاربة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر هذا أنني لما كنت صغيرا وفي البادية في البادية كان النساء في صباح المولد ليلة المولد الصباح الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع طلوع الفجر نسمع الولولة يعني الزغرودة نسمعها في البيوت كلها. على ماذا تولول هؤلاء النساء؟ فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشير إلى أننا في المجلس العلمي في برشيد أننا نوزع كل سنة كتاب الشفاء على مجموعة، هذه السنة وزع على 65 واعظا ومرشدا، ولشدة رغبة الجميع في المشاركة في سرد الشفاء يوزع على المساجد فيقرأ في المساجد ويسمعه المؤمنون. فصار هذا سنة. وأيضا كتاب الشفاء كتاب دلائل الخيرات الذي ذكره الأستاذ أيضا يوزع ويسراد كذلك في مجالس المسلمين. المغاربة لهم تعلق نادر كبير وبين وواضح، وكعبهم في ذلك لا يعلى عليه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عوائدهم ومن شدة عوائدهم أنهم يسمون أسماءهم باسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أغرب ما سمعت في هذا أن الأسرة الواحدة لها 3 أولاد، فيسمون الأول محمد الكبير، ويسمون الثاني محمد الوسطاني الأوسط، ويسمون الصغير بمحمد الصغير. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب كثيرة جدا. وهذا فيه دلالة على حضور مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الثقافة الشعبية وفي عادات الناس وتقاليدهم. بارك الله جهودكم وشكر الله سعيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أذكر أنه كان معي فضيلة الأستاذ الدكتور سدي محمد واسو رئيس المجلس العلمي المحلي لصفرو، وفضيلة الأستاذ سدي حسن فريد عضو المجلس العلمي المحلي لبرشيد. وأنتم أيضا مشاهدينا الكرام مشاهداتنا الكريمات نشكركم على كرم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.